نعم من اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل للمسلم أن يأكل مع الكافر في صحن واحد أم لا؟ نعم، لا بأس أن يأكل مع الكافر في إناء واحد، لكن ينبغي في هذه الحال أن ينتهز الفرصة أولا بفعل الآداب الإسلامية حين أكل، فيأكل باليمين ويقول بسم الله، ولا يأكل بشره، ويقتصر على ما هو الأولى، وهو ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، حتى يعرف هذا الكافر أن دين الإسلام عام في كل شيء. ولا شك أن الأكلة الإسلامية بمجرد ما يتأملها العاقل يعرف أنها الأكلة المطابقة تماما لمصلحة البدن، كما أنها مصحوبة بعبادة، بالأكل باليمين، بالتسمية، بالحمد. فينتهز الفرصة ويقول للكافر: يا فلان، انظر للإسلام، انظر لآداب الإسلام، ويدعو. أما إذا كان لا فائدة من الأكل معه وليس ملجأ للأكل معه فلا يأكل معه، لئلا يقع في قلبه شيء من مودته، ومودة الكافر لها ما لها من المحذور. نعم.